عمل ايه في سنة؟ عمل لنا ايه في سنة؟ ما ينفعوش الحكم المصري اكتر من يوم 8. لا لا دي قلة قليلة، دي قلة قليلة، دي مسحة من خالد صالح على فكرة. احنا قلة قليلة. بقت بجد والله بقت نادرة يعني، مش عارف. أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لما بدأوا من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع المواطن المصري. كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت على التغييرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كده أدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية. أنا مش بشكرك لوحدي، أنا معايا ملايين المصريين. نفرفش الحياة سيادة الرئيس، يلا. الله عليك يا سيسي. اكتبوها